نتحدث أكثر عن هذا الموضوع من دبي. ينضم إلينا المهندس ياسر علي المختص بأمن المعلومات. مساء الخير، أهلا بك معنا سيد ياسر. تعليقاتك على هذا، وإلى أي درجة هناك إمكانية من القيام بهذا الحل إذا صح التعبير، من أنه الإنذار المستخدم بأنه الكاميرا بدأت بالعمل؟ والله هو بالنسبة للتطبيقات عموما، المستخدم نفسه هو المفروض يبقى مسؤول عن كل ابلكيشن بينزله او تطبيق بينزله على الجهاز. فلو لازم يبص على البرميشنز او التصريحات اللي كل ابلكيشن بياخدها. مثلا لو هو ابلكيشن بس بيعمل من خلاله مكالمات صوتية، فلازم يخش على الاوضاع او السيتنجز بتاعت الابلكيشن ويلغي اي بيرميشن او اي تصريح تاني للتطبيق ده. مثلا لو الابلكيشن بس بتعمل بيه مكالمات صوتيه، المفروض تلغي مثلا لو له اكسس او دخول على الكاميرا، المفروض بتعمل لها ديسيبل. لو له مثلا ولوج على مثلا الصور، برضه المفروض تعملها ديسيبل، لان هو المشكله مش في التطبيقات نفسها، هل هي خبيثه او مش خبيثه، المشكله في اليوزر نفسه او المستخدم، هو اللي بايده بيدي التصريح لكل ابلكيشن ان هو يدخل على الحاجات الشخصيه بتاعته، زي الكاميرا او زي الصور او زي الكونتاكت او الاسماء عنده او جهات الاتصال، او زي مثلا الاس ام اس، ودي خطيره جدا، لان مثلا لو ابلكيشن بيقدر يخش على الاس ام اس عندك او على الرسائل النصيه، من خلالها ممكن كمان يسرق الباسورد بتاعتك عن طريق، طبعا يعني حتى الباسورد اللي هي التو فاكتور اوثنتيكيشن او الحاجات الحساسه جدا للبنوك وكده، بيقدر ياخدها لان هو له بالفعل اكسس على الرسائل النصيه. طيب، ومش بس ايفون تعمل على هذا الموضوع وعلى التطبيقات، من هنا كيف اعرف انا بانه هذا التطبيق هو امن من غيره؟ احنا لو اتكلمنا بس على ايفون وعلى اندرويد او الاي او اس والاندرويد، الاي او اس طبعا يعني كتطبيقات امن بكتير جدا من تطبيقات الاندرويد. وكمان الاي او اس بيتيح لك امكانيه ان انت بتتحكم في كل الخصائص بتاعت الابلكيشن. يعني بعد ما بتعمل انستليشن او تركيب الابلكيشن عندك او التطبيق عندك، بتقدر تتحكم في امكانيات التطبيق ده، هل هو يقدر يخش على الكاميرا او على الكونتاكت او على الاس ام اس. اما في اندرويد انت ما بتقدرش تعمل حاجه زي كده للاسف. بلس ان كل الابلكيشنز اللي بتبقى على اب ستور اللي هي بتبقى متراجعه بشكل دقيق جدا من شركه ابل. اما بالنسبه لاندرويد فللاسف في تطبيقات كتير جدا بتبقى على الجوجل بلاي او متجر جوجل، بتبقى تطبيقات خبيثه، وبتبقى من خلالها الديفلوبرز او اصحاب التطبيق بيقدروا يتحكموا بشكل كامل في الجهاز بتاعك، يقدروا يشوفوا الكاميرا بتاعتك من غير ما انت تاخد بالك، يقدروا يشوفوا يسمعوا المحادثات الصوتيه اللي انت بتتكلم حتى في المحيط بتاعك وانت بتتكلم عادي مع نفسه، بس مجرد ان موبايلك يبقى يعني داخل على النت بيقدر يتحكم هو في التطبيقات تقريبا في كل شيء. ما هو اخطر تطبيق على ايفون؟ ما هو نعم؟ اخطر تطبيق على ايفون؟ والله احنا كل تطبيق على ايفون او على اندرويد انا شايفه خطير. حسب استخدام الشركه للتطبيق. يعني شركه فيسبوك لو قررت ان هي تتجسس على كل الناس او تم اختراق فيسبوك، يبقى اللي هيخترق الفيسبوك ده هيقدر يتحكم في كل موبايلات الناس، لان للاسف تطبيق زي الفيسبوك بيبقى له اكسس على الكاميرا وعلى التليفون وعلى الميكروفون وعلى الاس ام اس وعلى تقريبا وعلى الكونتاكت وعلى كل شيء عندك وعلى الجي بي اس لوكيشن بتاعك، فبيبقى متحكم، يعني بيبقى واخد تصريح على كل الامكانيات اللي في الجهاز بتاعك. فهو كل تطبيق موجود على الابلكيشن على الموبايل يعتبر خطير لما اصحاب التطبيق ده يقرروا ان هم يستخدموه بشكل خاطئ. انا اشكرك جزيلا من دبي المهندس ياسر علي المختص بامن المعلومات.